مرحبا، وياكم أحمد من قناة البستان العربي في أمريكا. اليوم حبيت أشوفكم نوع من أنواع الخيار اللي ينزرع بأمريكا. إذا أنت بأمريكا تقدر تجيبه من هوم ديبو ولوز. طبعا خيار روعة، جدا طيب، خيار مي وكريسبي، يعني القشرة مالته مقسبة والداخل مالته كلش طيب مليان مي. هذا اسمه، هذا نوعه، هذا خيار ياباني اسمه سوهويو، وينتج كثير وكلش طيب بالزلاطات وبالأكل. فإذا أنت بأمريكا موجود حاليا قبل ما يخلص، موجود بهوم ديبو ولوز، تقدر تجيب لك شتلة وينتج كثير من هسه لحد ما يجي الفراست. هذا خيار ياباني، جابانيز كيوكمبر سوهويو. اذا حبيت تشوف اصناف اكثر من الخضروات من الاشجار، اشترك بالقناة، راح انزل كثير فيديوهات عن كثير اشياء. خلي اشوفكم الخيار ايش كبرها، شوف ايدي اطول من ايدي ما شاء الله، تقريبا قدم 12 انش. خيار جدا روعة، شكرا جزيلا.